Malignant neoplasms of the oral cavity. What are the malignant neoplasm? إيه هو malignant neoplasm? Malignant neoplasm by definition is an abnormal new mass of tissue in which the cell multiplication is uncontrolled and progressive. Malignant neoplasms بيتقسموا according to their origin into epithelial neoplasms and mesenchymal neoplasms. We'll start with the oral squamous cell carcinoma اللي هي أول واحدة من malignant epithelial neoplasms. It is the most common malignant neoplasm of the oral cavity. The etiology بتاعها, it has a multifactorial cause. المالتيفاكتوريال كوز او ايه الفاكتورز اللي هي ريليتد للاورال سكويمس سيل كارسينوما تو يعني احنا بنقسمهم الى حاجتين اكسترنسك فاكتورز وانترنسك فاكتورز. اكسترنسك فاكتورز زي الكحول او التوباكو او السان لايت او الراديشن, والانترنسك زي الايرن ديفيشنسي انيميا, حاجات ريليتد للاميونيتي زي يعني اميونو سبريشن, جنرال مال نيوتريشن, ممكن تبقى بعض الحاجات الكانديدا انفكشن زي لما قلنا مثلا الكانديدا انفكشن دي ريليتد لليوكو لوكوبليكي او كان يعني لوكوبليكي كان ارايز اون ذا توب اوف كانديديزز. كلينيكالي بتيجي في old age and men more common. الموست كومن سايتس بتاعتها في الاورال كافيتي اكتر حاجه الليب والتونج اللاترال بوردرز, يليها الفلور اوف ذا ماوس. ممكن بقى تيجي في الالفلر ريدج وطبعا البالاتال باكال ميوكوزا بس ببرسنتجز اقل في يعني اكتر حته هي كانت الليب والتونج. لو انا بقسم الكلاسيفيكيشن اكتر ذا موست كومن سايت ليها البرزنتيشن بتاعتها والابيرنس بتاعتها بتبقى في شكلين, لا اما اكزوفيتيك ماس بيبقى شكله فانجيتنج ماس اكزوفيتيك حاجه طالعه لبره فانجيتنج ماس, او اندوفيتيك وده اللي هو المالجننت ألسر. المالجننت ألسر ليه فيتشرز زي ايه؟ ان هو بيبقى ديبريست, المارجنز بتاعته بتبقى ريزد اند ايفيرتد, بيبقى ليه نيكروتيك فلور اند بليدنج بيز. في نوع من الكارسينوما او سكويمس سيل كارسينوما بتبقى ريليتد للفلور اوف ذا ماوس اند ذا فنترال سيرفس اوف ذا تانج اللي هي الاويستر كارسينوما. بنعمل كلاسيفيكيشن او بنعمل ستيجنج للاورال سكويمس سيل كارسينوما لحاجتين, واحد ان هو بنعمل لها كلينيكال ستيجنج, واثنين اللي هي هيستولوجيكال ستيجنج او الهيستوباثولوجيكال ستيجنج بتاعتها او كلاسيفيكيشن. الكلينيكال ستيجنج اوف ذا سكويمس سيل كارسينوما هي التي ان ام سيستم, كل لتر من دول بتبقى ليها معنى. التي ريليتد او يعني بيبقى معناه هو السايز اوف ذا تيومر, الان بتبقى انفولفد او انفولفمنت اوف ذا ريجنال ليمف نودز, والام يقصد بيه الديستنت ميتاستاسيس. بعد كده بيرقموا كل لتر من دول بارقام, كل رقم ليه دينوتنج, وده موجود عندكم في النوتس بالنمبرز بتاعه كل لتر من دول يعني وهي الديفينيشن او المينينج بتاعتها. الهيستوباثولوجيكال جريدنج او سكويمس سيل كارسينوما بيكون according to the differentiation of the cells, ومن هنا احنا قسمناها الى ثلاثه, ايه هي ال well differentiated squamous cell carcinoma و moderately and poorly differentiated. البروجنوزز بتاع طبعا البور بيبقى more worse او bad than that of the well differentiated carcinoma. ده شكل لل well differentiated carcinoma. حتة انها well differentiated ليه؟ علشان انا زي ما انا شايفة في الصورة كده عندنا ان في كيراتين pearls, يبقى انا السيلز هنا عندها الفانكشن بتاعها بتقدر تعمل الفانكشن بتاعها تعمل كيراتين. كل ما بشوف اشكال من الكيراتينيزيشن في شكل كيراتين pearls or individual cell keratinization بقول ان السيل دي بيبقى عندها well differentiation يعني قريبة من المذر سيلز.
في المودريت بيقل الكيراتينايزيشن، بس ممكن تكون ابتدت تبعد عن المادر سيلز، بس فيها شويه ريليتد لل المادر سيلز اللي هي ارايزنج منها، في ان انا بشوف اشكال من السيل نست، يعني السيلز لسه بتبقى ما عندهاش لوس اوف ديزموزومال جانكشنز، او ان هي لسه بتبقى متجمعه مع بعض زي شكل الصوره اللي قدامنا بتاعت الهيستوباثولوجي، ان فيها سيل نست اكتر من الكيراتينايزيشن. الكيراتينايزيشن هنا ممكن الاقيه، بس الاقيه باقل شويه من الويل ديفرنشيتد. البولي ديفرنشيتد هنا بقى ما بقاش بيبقى تبقى away from the normal cells خالص، ان السيلز ابتدت تبعد عن بعضها خالص، خلاص ما بقاش فيه cell nests ولا keratinization خالص، و السيلز بيبقى فيها ممكن الابنورمال مايتوزز اكتر، البولكيلو كارينوزز اكتر، يعني نيوكلير تشينجز بتبقى زياده ومليانه بكتير، وما فيش اي حاجه قريبه من النورمال سيلز. السكويمس سيل كارسينوما ليها فاريانت، ايه الفاريانتس بتاعتها؟ اول فاريانت هي الفيروكاس كارسينوما. الفيروكاس كارسينوما is considered a low grade variant of the squamous cell carcinoma. سببها ممكن ستاديز لقوا ان هي ليها علاقه باليوز اوف توباكو او بالديبنج او سناف ديبنج برضو، وفي ستاديز لقت ان ليها ريليشن بالهيومن بابيلوما فيروس. المفروض ان احنا بنجمع ايه الحاجات او ايه الليجنز ذات ار كوزد باي هيومن بابيلوما فيروس، ممكن تكون حاجات مالجنت، ممكن تكون حاجات بناين، يو هاف تو ان انتوا تجمعوهم. الابيرنس بتاعتها او شكلها اولد ايج برضو، ميل اكتر من الفيميل، بتيجي اكتر في البكال ميوكوزا، وبيبقى شكلها زي الصوره كده، ان هي بتبقى ليها بابيلاري سيرفيس او رافند سيرفيس، ليها وايتش سيرفيس اللي هو علشان هي هنلاقي ان هي فيها اندر ذا مايكروسكوب كيراتينايزيشن، وليه شكل مميز للفروكاس كارسينوما. under the microscope بيبقى شكلها اول حاجه ان هي البيزمنت ميمبرين بتاعتي بيفضل، وده على غير العاده يعني، او ده يعني ده المميز فيها ان هي بتتميز بالسب مايكروسكوبيك انفيجن، علشان كده لازم اعمل سيريال سيكشننج للسلايدز بتاعتي لو انا شكيت انها فروكاس كارسينوما، عشان ممكن اشوف السب مايكروسكوبيك انفيجن او يبان لي انفيجن في بعض الحتت بسيط جدا اللي ممكن ما يبانش لو انا قطعة سلايد او يعني او سكشن واحد او اتنين سكشن في الاول بس. شكل الريدجز عندنا بتبقى بوشينج داون، بيبقى برود ريتي ريدجز، وبتبقى بوشينج داون في الكونكتيف تيشو، والسيرفيس بتاعي بيبقى كيراتينايزد سيرفيس، بيبقى بابيلاري اهو طالع وداخل يعني، او الريجولر سيرفيس عشان هي فيروكس. الكيراتينايزيشن ده بيبقى هيفي، وبيبقى داخل ان بتوين الابيثيليا ريدجز، بيعمل لي حاجه اسمها كيراتين بلاج، او اللي هو الدخول والطلوع دول كانهم يعني زي ما يكون داخلين في شقوق كده، فبيسموهم كلافتس او الكلافتس بتاعتي او شقوق او كيراتين كلافتس. الاندرلاينج كونكتيف تيشو بيبقى فيه الكرونيك انفلاماتوري سيلز، وبالنسبه للابيثيليال ديسبليجيا اللي جوه الابيثيليوم بتبقى مينيمال. تاني فاريانت هو السبيندل سيل كارسينوما، بتبقى هي اكتر او مور يعني البريدليكشن في السايد بتاعتها اكتر في الليب، وبالتالي هي بتبقى ريليتد للسن اكسبوجر. هي اسمها سبيندل سيل كارسينوما ليه؟ لان اندر ذا مايكروسكوب كاركترايزد باي بريسنس اوف سبيندل شيبد اتيبيكال سيلز، هو ده المميز اللي فيها.
تالت فاريانت عندنا هو البيزل سيل كارسنوما. البيزل سيل كارسنوما السكند نيم لها رودنت انسر، لان كلمه رودنت دي يعني قارد، يعني المالجنت نيوبلازم بتاعي ده بيبقى ديستركتيف مالجنت، يعني نيوبلازم لوكالي ديستركتيف، عشان كده قلنا رودنت. على العكس بقى ان هي عندها لو جروث ريت ورير ميتاستاسيس، الا ان هي عشان هي زي الرودنت ان هي بتبقى او بتعمل لي ديستركشن للادجيسنت والتيشوز، فكان كيل ذا بيشنت من غير حتى ما تعمل ميتاستاسيس. سو ات از ا دينجرس ليجن ديو تو ذيس بيرسيستنت جروث. بتيجي اكتر في السكين اللي هو ريليتد للسن اكسبوزد ارياز، ممكن الشولدرز برضو، برضو بيبقى فيه عندي ألسر. الألسر ده هنا بيبقى لي رولد بوردرز، واتفقنا ان هو بيبقى لوكالي ديستركتيف. under the microscope بتبقى شكلها في شكل masses من السيلز. الماسس دي بتبقى السيلز اللي فيها بيبقى darkly stained، والبريفري بتاعتها شبه البيزل سيلز اوف ذا سكين، عشان كده اسمها بيزل سيل كارسينوما. بتبقى البريفري بتاعت الناس او الماسس دي عندها بتبقى زي البيزل سيلز بتاعت السكين اللي هي كولامنر سيلز، والنيوكلياي بتاعتي بتبقى deeply ستيند، وممكن الاقي ميتوتيك فيجرز في الماسس دي. طيب تاني حاجة عندنا هي المالجنانتا ميزينكايمال نيوبلازمز. اول حاجة هي الفايبرو ساركوما، من اسمها فايبرو ساركوما، so it is a malignant tumor of fibroblasts. الماس يعني الابيرس بتاعتها بتبقى فلاشي ماس، ممكن تعمل لي pain by time لما بتبقى enlarged، وبتبريشر يعني بتعمل بريشر على vital structures. شكلها under the microscope it is a herring bone pattern. الهيرنج بون ده ليه؟ يعني هو شكل السكيلتون بتاع الفيش اللي هي هيرنج، يعني بتبقى كل جروب من السبيندل شيبد سيلز او الاتيبيكال سبيندل شيبد سيلز ماشي في دايركشن. يعني انا لو عندي ناحيه كده ادي ماشيين في جروب هنا، ودول ماشيين ناحيه دي، فبياخدوا شكل الهيرنج بون باترن appearance. number 2 هي الاوستيو ساركوما. الاوستيو ساركوما هي مالجنانت ميزينكايمال او مالجنانت ميزينكايمال نيوبلازم. الموست كاركترستيك لي ان الميزينكايمال سيلز دي هاف ذا ابيليتي تو برودوس اوستيويد اور اماتور بون. الكوز بتاعها طبعا يعني مش معروف او not identified. كان في بيقولوا ان هو ممكن تبقى following radiation، او ان هي following بعض البون ديزيز زي Paget disease of bone. بتيجي اكتر في المانديبل posterior region. الايج بتاعتها يعني middle age او 30 to 40 years. السوالينج طبعا بتبقى اجريسيف رابيدلي جروينج وان بينفل، وهي بتعمل لي تيس لوسنينج، فده التيس بتبقى موبايل. راديوجرافيك فيتشرز ايرلي بتبقى جارينجتون ساين، يعني انا عندي وايدنينج اوف ذا بيريدونتال لينجمنت سبيس. اون ات شوز سان راي ابييرنس. under the microscope الميزينكايمال سيلز اللي هم الاوستيوبلاست they are atypical، بيبقوا يعني showing malignant features. بيبقى عندي في اوستيويد الماتريكس، هو ده الواضح او يعني characterizing الفيلد بتاعي. في other shapes ممكن تاخدها، او يبقى other histological variants او بتاخدها الاوستيوساركوما، انها الماتريكس ده بعد كده بيكبر وبيديني بيبقى حوالين السيلز ويديني شكل الكارتريج فيبقى كوندروبلاستيك، او السيلز نفسها المالجنانت سيلز الميزينكايمال سيلز بتاخد شكل سبيندل شيبد وبتبقى ماشيه في جروبس كده شبه الفايبروساركوما، فبنقول عليها فايبروبلاستيك.
Number three, chondrosarcoma. It is a malignant neoplasm arising from the cartilage, where it is rarely occurring in the jaws. بيبقى الابيرنس بتاعته بتبقى في الاول بتبقى painless, later on it shows pain and loosening of teeth. Radiograph, بما ان هو malignant but shows an ill-defined radiolucency. الكوندروساركوما ممكن under the microscope اشوف فيها ان ده بما ان هو cartilage او arising from cartilage, فممكن يبقى في areas of calcifications, فاذا هتبني في الراديوجراف على هيئة radio opacities علشان بيبقى فيه calcifications موجودة عندنا. Under the microscope يبقى عندي هو نفس شكل الكارتج, ما عدا ان السيلز اوف ذا كارتج بتبقى كتيره, النمبر بتاعها هاي ان اماونت او نمبر هايلي سيلولر. ممكن الاقي انسايد ذا لاكني اكتر من مور ذان 1 سيل 2 سيلز. ممكن الاقي ان النيوكلياي يعني زي بوكيلو كارينوسس, ان النيوكلياي بتاعت السيلز تبقى كتيره, يعني مالتيبل نيوكلياي في السيل الواحده واشكال ديفرنت اتيبيكال نيوكلياي ار بريزنت. Number four هي الـ Ewing's sarcoma. الـ Ewing's sarcoma الـ other name ليها هي round cell sarcoma, علشان under the microscope الـ cells appears as rounded cells. They are undifferentiated cells. هو برضو a tumor of bone. It's a very aggressive وبيجي more common في الـ children. Under the microscope بيبقى لي شكل مميز, onion skin appearance. ال onion skin appearance ان هو نتيجة ان ال preosteal bone بيبقى reaction بتاعه بيعمل layers اللي هي of subpreosteal bone على ال periphery, بيبقى بان اكتر في ال long bones من ال jaw ال appearance ده هو. Under the microscope شكلها الـ Ewing sarcoma, قلنا انها round cell sarcoma, فكل اللي بيبان under the microscope rounded ده cells كتيرة highly cellular, يعني cells دي كتيرة. الستروما عندنا بتبقى قليلة. السيلز دي المميز فيها ان هي بتبقى النيوكلياي بتاعتها بتبقى كبيرة rounded, يعني مالية the cytoplasm. ممكن الاقي بعض السيلز showing mitosis. Number five هي الـ Kaposi sarcoma, which is a vascular neoplasm that arises from the endothelial cells. بتبقى commonly associated with the AIDS patient, اللي هو عشان patient بتوع الـ AIDS بيبقى عندهم الإميونيتي بتاعتهم يعني they are عندهم immunodeficient, فعندهم الإميونيتي بتاعتهم قليلة, فممكن liable إن هم يظهر عندهم بعض الـ tumors ومنها الـ Kaposi sarcoma. لقوا الـ Kaposi sarcoma كمان associated في الإيتيولوجي بتاعتهم أو من ضمن الستاديز لقت إن هي with a virus, اللي هو فيروس ده اسمه human herpes virus 8. دي different photographs الكيسز يعني showing the أشكال من الكابوسي ساركوما من patch لحاجة أكبر شوية لبوليبويد ماس مثلا ulcerations. Histological features ان هي ال spindle shaped cells بتبقى في groups و bundles, in between them بيبقى slit like او clefts فيها extravasated RBCs. Thanks.